الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف العالمين بأشرف العالمين واصطفاه بخلقه أجمعين ونقاه وآدم بين الماء والطين ونوهه بذريب الأولين كما شرف القديم الآخرين. خلق آدم من سلالة من طين وما خلق الصدقة إلا على درة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي وما خلقه إلا لوحي ونور سيد المرسلين. أما دائما هو الله في الشبح ناسوريا تعظيما لرئيس المقربين ما نقله من مستودع الأمين إلى قرار مكين ثم أخذ ميثاقا بتصديقه على جميع النبي ثم أوثقهم بتوثيقه أشهد أن أحدكم من الشاهدين ما زالت تلك الشمعة النورانية والدرة فردانية والنطفة روحانية والنطفة رحمانية تسرح في الرياض القدسية بدرار حتى قامت وتسفر في ديار الأمسية وتقطع مفاتات العليا وتسلم من الروح في أرحام الرضية وتارة تتقلب في الأرحام الرضية حتى قام مؤذن الملة المسيحية مبشرا بملة محمدية صلى الله عليه وسلم والكتابية والقدر ينادي بلسان ولتعلمن نفاه بعد حين لما آنى وعن الظهور ولمعت بوارق النور بإشارة وما كانت بجانب الطور استخرجه من سورة كتاب مسطور ذكره رق منشور وقلبه بيت معمور وذكره سقف مرفوع وعلمه بحر منشور ينادي منادي السرور صلى الله عليه وسلم.
على حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله